أهلا بكم مشاهدينا. بدأت طلاب المرحلة الثانية لشهادة الثانويات العامة صباح اليوم امتحاناتهم في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويبلغ عدد الطلبة الذين سيؤدون الامتحانات هذا العام 420 ألف طالب وطالبة. وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والداخلية والصحة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات والقوات المسلحة حالة الطوارئ استعدادا لبدء امتحانات الثانوية العامة. ومن المفترض أن يتغير نظام الثانوية العامة ليكون سنة واحدة بدءا من العام القادم بعد القانون الذي أقره مجلس الشعب. فكيف تسير إجراءات الامتحانات هذا العام؟ وهل ثمت شكاوى خلال اليوم الأول تتعلق بالأسئلة أو العملية التنظيمية؟ هل هناك أي تجاوزات أمنية؟ هل شهد اليوم الأول أي حالات للغش أم لا؟ هذه الأسئلة وغيرها نتلقى اتصالاتكم بشأنها خلال الساعة الحالية عبر الأرقام التي تظهر الآن على شاشة الجزيرة مباشر مصر. طبعا كما تعلمون هذه الامتحانات تمر في أجواء سياسية صعبة، وكان هناك أحاديث عن إلغاء امتحانات الثانوية العامة أو تأجيلها، ولكن اليوم بدأت الامتحانات بشكل عادي جدا. وحول ما حدث خلال اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة سنتلقى اتصالاتكم في هذه الفقرة. يمكنكم الاتصال بنا عبر الأرقام الموجودة الآن على الشاشة، وأبدأ أولى الحديث مع أولى الاتصالات مع الأستاذ عبد السلام من ألمانيا. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ عبد السلام، اتفضل. 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 معلش برضه الامتحانات السنويه اللازمه والثانويه الازهريه بدا الامتحان من اسبوعين. معلش انا مش سامع حضرتك بوضوح. مره ثانيه حضرتك بتقول انه امتحانات الثانويه الازهريه بدات منذ اسبوعين. بقول لك حضرتك الثانوية بدأ من أكثر من أسبوع، والإعلام متجاهل التنويه حتى على الثانوية الأزهرية، أنت ترى أنه الاهتمام دائما يكون بالثانوية العامة ولا يوجد نفس الاهتمام بالثانوية الأزهرية. طيب دعنا نتعرف منك على أجواء الثانوية الأزهرية أيضا وكيف كانت؟ يعني أنت عارف النهاردة يعني بداية الأسبوع الثاني ومدحوا الطفل أمي قرآن وصرف. طيب كيف تسير الامور؟ الاسبوع اللي فات الاستاذه كانت في مجلس البلاغه في سؤال زي خارج المقرر كاس العالمي. استاذ عبد السلام انا بحاول اسمع حضرتك ولكن يبدو ان هناك مشكله في الاتصال. اشكرك جزيل الشكر على هذا الاتصال، وسنهتم اكثر بالثانويه الازهريه ايضا. وانتقل الان الى الاستاذ شريف جمعه. شريف جمعه، اهلا بك استاذ شريف. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. هل عندك حد في الثانويه العامه؟ حضرتك انا كنت هتكلم بخصوص الانتخابات حضرتك. طيب لكن هذه الفقره مخصصه للثانويه العامه. ولكن اشكرك على الاتصال على اي حال، ولكن اذا كان لديك تعليق سريع على الانتخابات ممكن تقوله لو عايز. ايوه حضرتك، بالنسبه للانتخابات دلوقتي احنا طبعا كلنا كنا نقول يسقط حكم العسكر، ومش عايزين طبعا مرشح تابع المجلس العسكري، ودلوقتي جالنا سفير. يعني احنا دلوقتي يعني بعد ما نقول يسقط حكم العسكر ويموت اكثر من 2000 غير اللي في المعتقل، فهماني؟ نعم. يجينا بقى شفيه تبع العسكر، هم خايفين من التحيه، ده التحيات لله الطيبات والخلاص. طيب وضحت وجهه نظرك، ولكن كما قلت لك هذه الفقره نحن حددناها للثانويه العامه فقط. وانتقل الان الى الاستاذ ياسر عدوي من الدقهليه. استاذ ياسر. الياس. الياس الياس. النهارده المحاضره النهارده ايه؟ احنا تبع الازهر. تبع الازهر. كيف كانت كيف تسير الامتحانات في الازهر الثانويه الازهريه؟ ارجو ان تسمعني من الهاتف فقط استاذ الياس وليس من التلفزيون اذا سمحت. اسمعني من الهاتف فقط. هو الامتحانات تسير سهله، ولكن اليوم كان الصرف صعب جدا.
بعيدا عن الصعوبة والسهولة، لأنه طبعا الامتحانات فيها السهل وفيها الصعب، هل هناك أي مشاكل أمنية تتعلق بالأمن مثلا؟ هل هناك أي مشاكل تتعلق بالمراقبة؟ الأمن كان ممتاز جدا. هل اختلفت هذه الامتحانات من وجهة نظرك عن أي امتحانات في أي عام آخر؟ لا لا لا، لم تختلف كثير. تمام، أشكرك شكرا جزيلا على هذا الاتصال. طبعا مشاهدينا، نحن قررنا هذه الفقرة إلى عن امتحانات الثانوية العامة والتي بدأت اليوم، ولكن أيضا لمن يريد أن يشارك عن انتخابات الثانوية، عن امتحانات الثانوية الأزهرية، يمكنه أيضا الاتصال بنا على الأرقام التي تظهر الآن على شاشة الجزيرة مباشر مصر. هذه الأرقام التي تظهر الآن على الشاشة، نحن نسأل عن إذا كان هناك أي شيء حدث في الامتحانات غريب، هل كيف تسير عملية التأمين، عملية التنظيم، عملية المراقبة في الامتحانات، كيف كانت حتى الأسئلة، هل كانت من خارج المنهج، من داخل المنهج، هل كانت صعبة، هل كانت سهلة؟ طبعا نعلم أنها امتحانات وأكيد فيها صعوبة وفيها سهولة، ولكن في حدود ماذا؟ في حدود المقبول أم في حدود الغير عادي؟ معي الآن أحمد عبد السلام من الإسماعيلية. أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، أرجو أن تسمعني من الهاتف فقط إذا سمحت وليس من التلفزيون. ألو أستاذ أحمد، أرجو أن تسمعني من الهاتف فقط وليس من التلفزيون. طيب، يبدو أننا فقدنا الاتصال. طيب، هناك غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم بدأت عملها أمس الجمعة في متابعة وصول أوراق أسئلة مادتي اللغة العربية والدين، والتأكد من توفير كل ما يلزم لاستقبال الطلاب. أيضا هناك أماكن أكد اللواء حسام أبو المجد مدير الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم وعضو غرفة عمليات الثانوية العامة أن الوزارة أصدرت تعليمات مشددة لمديري المديريات التعليمية ورؤساء لجان الثانوية العامة بمنع دخول المسؤولين التنفيذيين والقيادات الشعبية لتفقد اللجان أثناء أداء الطلبة للامتحان، مؤكدا أن الوزارة اتخذت هذا الإجراء حرصا على انتظام العملية الامتحانية ومنعا لإرباك الطلاب أو حدوث فوضى أثناء مرور المسؤولين. الآن معي الأستاذ عبد الله محمد من مدينة نصر. أستاذ عبد الله. الو استاذ عبد الله، هل لديك اي شخص في الامتحانات الثانويه العامه او الازهريه؟ والله لا، انا بنتي في ثانيه ثانوي ان شاء الله بكره اول يوم، وانا يعني بشيد بالشرطه ان انا قابلت موقف زي كده اتامن الموضوع وكده، ان كلنا قلقانين طبعا. ايه شكل التامين اللي انت راضي عنه؟ يعني تواجد الامن قدام المدرسه ده بيحط برضه عندنا شويه امان، عندك برضه بقى منفلته وكده، اما تلاقي الشرطه موجوده هتطمنك على بنتك. انا بس بسال يعني استاذ عبد الله، يعني هو التامين لايه؟ يعني الناس اللي رايحه دي رايحه تمتحن، تامنهم من ايه ولايه؟ والله ما حضرتك شايفه ان برضه الوضع مش مظبوط، وممكن انفلات وممكن مشاكل في الشارع وكده، برضه الشارع مش امين 100%. ولكن يعني اذا الطالب دخل المدرسه خلاص مش كده؟ والله انا اتمنى تتمرن بخير وكده، واتمنى الانتخابات تتعدي بخير، والبلطجه انت عارف حاجات كتير في البلد، يعني احنا انا ما بنزلش بنتي بس الا لما اكون معاها. ما ينفعش انزل بنتي الا لما اكون مستني تحت ما اخلص واروحها. طيب، بخلاف التامين ولا يخفى عليكي اللي موجود يعني؟ طبعا، بخلاف التامين يعني ماذا ايضا يحدث تراه مختلفا عن العادي؟ انا بشكر الشرطه والله انها يعني عند الحمايه زي ده، يعني برضه حاطط عندنا نقطه من الامل والامن وكده. طيب، هل تسير الامور ايضا على ما يرام في النقاط الاخرى؟ والله طبعا هي لسه ما بداتش امتحانات، لكن من ردود الافعال اللي انت سمعتها على اول يوم في ثالثه ثانوي كانت ايه؟ والله انا علشان بنتي في ثانيه وبكره اول يوم، انا مش قوي يعني مش مطلع قوي، ولكن انا كل همي وتركيزي على بنتي اللي هي بكره عندها اول يوم امتحان. انما انا ما عنديش يعني اي خلفيه بالنهارده كان ايه، انما انا شفت تواجد شرطي قدام الملابس ده امنني وريحني.
لكن انت بالنسبه لك التامين كان اهم حاجه، دي اهم حاجه كنت عايز تتاكد انها موجوده. طبعا عايز اتاكد من ان الوضع اللي انت شايفه البلد مفروضه ازاي، كميه الشرطه تنزل اكتر من كده. اشكرك شكرا جزيلا على هذا الاتصال. مشاهدينا مرة أخرى، هذه الفقرة مخصصة للحديث عن امتحانات الثانوية العامة وأيضا امتحانات الثانوية الأزهرية. كان مجلس الشعب كما تعلمون قد وافق نهائيا في جلسته مؤخرا على مشروع القانون المقدم من لجنة التعليم والبحث العلمي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 81 بشأن قانون التعليم، وذلك بعدما أقر المجلس تعديل مادتين الخاصتين بنظام الثانوية العامة. وأيضا قال الدكتور شعبان عبد العليم رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب إن القانون سيطبق على طلاب الصف الأول الثانوي لهذا العام. تنص المادة 28 والتي تقتضي بتغيير النظام الثانوية العامة إلى سنة واحدة بدلا من نظام السنتين الذي كان متبعا في السابق، ويحق للطالب الذي رسب في مادة أو مادتين دخول الامتحان فيهما كدور ثاني ولا يحصل على درجات أعلى من 50% من مجموع ما حصل عليه. معي الآن عطوة الخيال من الإسماعيلية. أستاذ عطوة. عطوة الخيال من اسكندرية، العمرية اسكندرية. أهلا بحضرتك. هل عندك حد في الثانوية العامة؟ عندي أحمد عطوة في الثانوية العامة، ثالثة ثانوي، وامتحن النهاردة. امتحن النهاردة، طيب كيف كانت الأمور؟ كيف سارت الأمور؟ تمام، الأمن تمام ومية مية، عندنا مفيش أي حاجة والله، مفيش أي مشاكل ومفيش أي حاجة. طب بالنسبة للامتحان نفسه؟ الامتحان دلوقتي احنا متصلين عليه دلوقتي كويس، ويعني ما فيش اي مشاكل بالنسبه له. يعني كانش عنده اي تعليقات على الامتحانات بالنسبه للانتخابات؟ على الامتحانات. الامتحانات لا، ما فيش اي تعليق على الامتحانات، ولكن عندي تعليق على الامن. اتفضل. هو الامن لو عايز ينتشر من زمان في الشوارع وعايز يحقق الامن فعلا بالفعل، يعني كان حقق الامن، ولكن ده كلها استعان ازمات علشان البلد، وعلشان كله يقول لك احنا شفيع وبلاش مرسي هم اللي مش عارف ايه وكده، ولكن هو الامن موجود، ولكن هو بامر من القيادات ان هو الامن ما ينزلش الشوارع علشان الافتعال يقول لك بلطجيه ومفيش امن ومفيش مش عارف ايه. بس حضرتك بتقول ان الامن موجود قدام المدارس. ايوه الامن موجود قدام المدارس، بس احنا ما عندناش اي مشاكل. أنا موجود بس، لكن ما فيش أي مشاكل عندنا، بالنسبة لعندنا إحنا بالذات ما فيش أي مشكلة. طب إيه رأيك في الكلام اللي كان بيتقال على إنه احتمال تتأجل الامتحانات بسبب حالة الانفلات الأمني؟ هل كان في داعي فعلا لتخويف الناس؟ حضرتك بقول لحضرتك، هو الامتحانات دي جت إزاي؟ ومحاكمة الرئيس جت إزاي؟ والكلام ده كله جاي مع بعضه إزاي؟ علشان الناس تزهق من الثورة ويقول يخرب بيت الثورة وبيت اللي عمل الثورة، واخد بال حضرتك، علشان شفيق ومش شفيق. هو شفيق ده مش من النظام السابق. طب خلينا في امتحانات الثانويه العامه، ايه كمان تعليقاتك عليها؟ لا هو في تعليقات على الثانويه العامه خالص، احنا اتصلنا باحمد عطا وبيقول الامتحانات كويسه وتمام، ما فيش اي حاجه وما فيش اي مشاكل بالنسبه للجاز. مشكورك شكرا جزيلا على هذا الاتصال. اذا مشاهدينا كما تعلمون طلاب المرحله الثانية لشهادة الثانوية العامة بدأوا اليوم امتحاناتهم في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية. يبلغ عدد الطلبة الذين سيؤدون الامتحانات هذا العام 420 ألف طالب وطالبة، وأعلنت وزارة التربية والتعليم وأيضا وزارة الداخلية والصحة وأيضا الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والقوات المسلحة حالة الطوارئ استعدادا لبدء امتحانات الثانوية العامة. معي الآن عمار من ميت غمر. أستاذ عمار، حضرتك كنت بتسالي على الامن وكده. لا انا بسال على الثانويه العامه، على امتحانات الثانويه العامه التي بدات اليوم. ارجو ان تسمعني من الهاتف فقط وليس من التلفزيون اذا سمحت. ثانيه، حضرتك انت بتتكلم عن الثانويه العامه والامن وكده. احنا كان عندنا النهارده في مضغامر، انا من بشله قريه جنب مضغامر، النهارده جم خلاف ما بين البلاد يعني ما بينهم وما بين بعضها، وكان النهارده كان في ضرب، وكان البوكس بتاع الامن واقف وما فيش حاجه حصلت، ولا هم دخلوا ملعب ولا اي حاجه. كان في ضرب بين الطلبه يعني وبعض، ولا بين الناس اللي واقفه قدام المدرسه؟ بين الطلبه بتاعت قريه بيشله وقريه مضغام. والطلبه بتوع القريه دي والقريه دي ازاي اجتمعوا في حته واحده؟
احنا بنفتحش في مدرسة واحدة. طيب. احنا طبعا معنا البنات وكده، فالاشتباكات بتوع مدغم. نعم. بمسكوا بتوع البنات بتوع بلدنا. طيب اشكرك شكرا جزيلا. انتقل الى الاستاذ جمال العربي وزير التربية والتعليم. استاذ جمال. اهلا وسهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك معانا. طبعا اليوم اول ايام الامتحانات المرحلة الثانية للثانوية العامة، انت كيف تراها حتى الان؟ كيف ترى اليوم الاول؟ والله انا في خلال جولتي تاكدت الاول من استعداد اللجان وتجهيزاتها لاستقبال الامتحانات الثانوية العامة. تاكدت من انضباط العمل باللجان. اليوم مر على سلام، والساعة حوالي 12 انتهى الفترة الاولى ودلوقتي انتهى الفترة الثانية. التقارير بتقول ان الناس سعيده بالامتحان وانه ليس هناك ضغوط وانه فعلا امتحان مناسب لادائه. اعتقد ان احنا بكده نبقى وصلنا لنهايه اليوم الاول بشكل جيد. استاذ جمال، كانت الايام الاخيره قد شهدت جدالا كبيرا حول امكانيه تاجيل امتحانات الثانويه العامه، فهل ترى انه كان من الضروري ان يتم الحديث عن هذا الموضوع اصلا؟ يعني انا اؤكد ان اذا كانت هناك اماكن مشتعله في مصر فإن بقية مصر بأكملها يعني آمنة وليست هناك أي مشكلات، ونحن قلنا نتعامل مع الأحداث على قدرها ولا يمكن أن نغلظ أحداث أو نهون من أحداث بحيث أن تستقل قيمتها وتطلع هي أحداث عظيمة. أنا شايف الوضع اللي قدامي يسمح لي بأداء امتحان الثانوية العامة. قد يكون شق على بعض الطلاب أنهم هيسيبوا أماكن بتاعتهم في الاماكن الساخنه وانتقلوا لاماكن بعيده شويه، انما اعتقد ان كل الاسر المصريه ترغب في اداء الامتحان، واعتقد ان الشعب المصري باذن الله سيؤمن هذه اللجان لحد ما تخرج بشكل جيد باذن الله. نعم، انت تعلم طبعا، حضرتك تعلم انه الامتحانات ستكون مستمره اثناء المرحله الثانيه، يعني طبعا ستتوقف المرحله الثانيه ولكن هي ممتده لما بعد المرحله الثانيه، ماذا لو حدثت مظاهرات كبيره وعارمه؟ هل ستستمر الامتحانات في مسارها الطبيعي ام يمكن ان تؤجل؟ يعني عايز اقول لحضرتك اولا ستتوقف الامتحانات ان شاء الله بعد امتحانات يوم الخميس، تتوقف لمده 4 ايام. ايوه. السبت والحد والاثنين والثلاث. وهيخش فيهم الجمعه، يبقى كده 5 ايام. فانا بقول لحضرتك اطمئني، نحن استعدادنا لذلك، وبرغم ذلك لكل حادثه حديث اذا كان هناك امر جلال فلا بد ان نتعامل معاه بحجمه، واذا كانت الامور ستسير بشكل طبيعي برضه سنتعامل معاها بحجمها. مش عايزين نستبق الاحداث، لان النهارده احنا بنقرا في المستقبل بطريقه يعني اسمحي لي بطريقه لا منطقيه، ما عنديش منطق لاداره الامور دلوقتي. انا ما اقدرش اقول لك ان فعلا مش هيحصل حاجه لان ما عنديش هذا المنطق، وما اقدرش اقول لك هتحصل حاجه لان ما عنديش هذا المنطق، فاحنا بننتظر ما تدلل عليه الاحداث القادمه، وان شاء الله اطمع ان تعبر هذه الايام على مصر بخير باذن الله. نعم استاذ جمال، ربما استمعت معي الى المداخلات السابقه وكان اغلبها في الحقيقه يتحدث عن الامن والتواجد الامني امام المدارس، وبالتالي يعني القلق لدى اولياء الامور واضح جدا في انه موضوعهم الان ليس في صعوبه وسهوله الامتحان، ولكن موضوعهم الان هو في تامين فعلا قدام المدارس ولا لا؟ فهل هناك يعني تنسيق واضح وقوي مع وزاره الداخليه لتامين الامتحانات؟ دي حاجه ثانيه، تامينها من ايه؟ يعني ما هي يعني ايه هي السيناريوهات التي تستعدون لها يعني في التأمين؟ أستاذ جمال؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ جمال العربي وزير التربية والتعليم، ولكن سنحاول أن نعاود الاتصال به مرة أخرى طرح بعض التساؤلات الموجودة الآن بكثافة. معنا الآن عبد الحميد طالب ثانوية عامة. عبد الحميد، ممكن تسمعني من الهاتف فقط وليس من التلفزيون إذا سمحت؟ طيب ماشي. هل أنت امتحنت النهاردة؟ لسه جاي. طيب ازاي كانت الامتحانات؟ يعني العمليه ماشيه الحمد لله، والامن واقف والجيش والشرطه كانوا موجودين. والعمليه تمام يعني الحمد لله. والايه؟ العمليه تمام يعني ماشيه. العمليه ماشيه. طيب والامتحان كان سهل وواضح يعني، ومفيش اي حاجه خارجه عن المنهج. انت امتحنت عربي ودين مش كده؟ امتحنت عربي ودين. والامتحانين كانوا كويسين؟ الحمد لله.
يعني احنا انا دايما بسمع دايما الناس بتسمع كلمه امتحان في مستوى الطالب المتوسط، هل ده ينطبق عليه هذه الجمله؟ لا طبعا. امال ايه؟ الامتحان كان يعني اي حد يعرف يحله، واهم حاجه انه ما كانش في حاجه خارجه من المنهج، يعني كله موجود من المنهج. هل انت عندك امتحانات طبعا هتستعد دلوقتي للامتحانات الاخرى، هل هناك اشياء غريبه حصلت النهارده غير عاديه؟ طيب ابقى معي عبد الحميد، عدنا مره اخرى مع الوزير جمال العربي وزير التربيه والتعليم. استاذ جمال، سياده الوزير، انا كنت بسال حضرتك على انه نتحدث عن الامن يا فندم. هناك عدد 1495 لجنه في امتحان ثانويه عامه، لجنه منهم مؤمنه بتسعه افراد من قوات الشرطه، هذه التسعه افراد تتوالى النبطشيه في خلال اليوم الواحد وتؤمن اللجان بشكل جيد جدا. اما حضرتك بتقولي بتؤمنهم من ايه بالظبط؟ تحمي الطلاب اولا من تعرضهم لاي شيء من الخارج، في نفس الوقت توفر لهم الجو الامن بحيث ان لا يتجمهر الاهالي ولا تجمع الاهالي لمحاوله الغش الجماعي، في نفس الوقت تمنع هروب طالب او خروج طالب من اللجنه باي شكل من الاشكال ما لم يكن له مسموحا له بالخروج. نعم، هل هناك حضرتك هل غرف العمليات رصدت اي عمليات غش اليوم حتى لو على سبيل الفردي؟ بالطبع هناك حالات تمت فيها اتخاذ قرارات، وكان منها حالات كتير ان في طالبه مزقت الورقه وتم تحرير محضر بذلك، وكان في محاوله من احد اولياء الامور بدخول اللجنه وله ابن داخل اللجنه وتم منعه، في طالب هرب بورقه الإجابة، يعني أخذ ورقة الإجابة في نص الوقت وراح خارج يجري من اللجنة وتسلق السور ولم يستطع أحد لم يتمكن أحد من السيطرة عليه، فتسلق السور وأخذ ورقة الإجابة وليست ورقة الأسئلة على فكرة. وتم تكليف الشرطة بإلقاء القبض عليه وإعادة الورقة مرة أخرى إلى اللجنة. هل تتوقع أن تخرج اتفضل حضرتك اتفضل يا فندم، هل تتوقع أن تخرج الامتحانات هذا العام عن سياقها المعتاد؟ طبعا هذه هي السنة الثانية التي تمر فيها الثانوية العامة بظروف صعبة وغريبة ومختلفة. أؤكد لحضرتك إن احنا يعني بما وضعناه من تخطيط وما نأمله من توفيق المولى سبحانه وتعالى نخطط لأنها تنتهي بشكل جيد، ولكن الحقيقة بيحاط دائما بالثانوية العامة إشاعات كتير، فأرجو ألا يستجيب لها الناس. يعني النهاردة طلعت إشاعة بأن هناك أسئلة تسربت وأن أوراق إجابة تسربت وأنها موجودة على التويتر أو على الفيسبوك، وتم من الوزاره على طول الدخول على المواقع التي اشير اليها، فتبين انها مجرد مناقشات بين طلاب خرجوا من الامتحان ورصدت تسجيلهم لهذه المكاتبات او التبادل المدونه، يعني من حوالي الساعه 12 48 دقيقه وليس في زمن الامتحان، انت عارفه الامتحان بيخلص الساعه 12، فكل ما قيل عن هذا ليس صحيحا على الاطلاق، والوزاره تؤكد انه لم يخرج منها ولم يستطع احد ان يخرج ورقه الاسئله الى الخارج، والا لماذا لم تعلن؟ وهناك ورقه اخرى موضوعه على الانترنت من امتحان الغد، وانا اؤكد انها خاليه تماما من الصحه وليست من امتحان الغد. نعم، سياده الوزير، طبعا نتذكر سويا ان العام الماضي كان واحده من المشاكل الموجوده هي التي كان يتحدث عنها اولياء الامور هي وجود بعض الاسئله من خارج المنهج او وجود اسئله من المنهج العام اللي يسبقه. فهل اتحطت هذه الاشياء في الحسبان هذه المره؟ طبعا بالطبع احنا بنستفيد من تجاربنا السابقه، وان احنا بعد كل امتحان بتبقى في لجنه من المستشارين لتقييم هذا الامتحان من حيث شموله للمنهج وتطبيقه لمواصفات الورقه الامتحانيه، ثم يقوم بعد ذلك المركز القومي للامتحانات بتحليل هذه الورقه لتحقيق الاهداف التربويه من عدمه، وبالتالي نعرضها على وضع الامتحانات في الاعوام القادمه عشان يتلاشوا اي سلبيه. فانا اؤكد لك ان السنه دي التعليمات مشددة، ولكن كل شيء بإيد ربنا، ربما برضو يحدث خطأ أنا لا أستطيع أن أنفي ذلك، ولكن ثقافتي أو عقيدتي الآن أنه ستخلو الامتحانات من أي خطأ بنسبة 99% إن شاء الله. نعم، سيادة الوزير، ماذا عن المشروع الذي أقره مجلس الشعب بتغيير الثانوية العامة إلى سنة واحدة؟ هل استعدت وزارة التربية والتعليم إلى هذا القرار؟ نعم يا فندم، نستعد الآن لتطبيق هذا القرار من العام القادم إن شاء الله، وذلك بتجهيز الكتب ومحاولة الاستفادة من الكتب التي كانت قد تم تضاعفها على المنهج القديم. نحن الآن نستعد بكل الطرق ونجهز مدارسنا لاستقبال العام الجديد وتطبيق النظام الجديد إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا سيادة الوزير جمال العربي وزير التربية والتعليم، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، كنت معنا عبر الهاتف، أشكرك جزيل الشكر.
إذا مشاهدينا نعود مرة أخرى لاستقبال اتصالاتكم حول كيف تجري أول أيام امتحانات الثانوية العامة، ولا أدري إذا كان عبد الحميد لازال معي. طيب، إذا كانت هذه الفقرة عن امتحانات الثانوية العامة. الآن سنذهب إلى رأي المواطنين في الشارع في أول يوم من امتحانات الثانوية العامة، وأشكركم مشاهدينا على متابعة هذه الفقرة. إلى اللقاء. سهلة جدا. يا سليمان، قول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تست مايك. بسم الله الرحمن الرحيم. تست مايك.